والإحساس ديالي ما غاديش تقدر نقوله وما غاديش تقدر نشوفه، ولكن الله اللي مطالع بي، لأن عندي خويا غالي بزاف، خويا عزيز بزاف، وخويا فوق من العار، وبغى الله، الله اللي بغاه، والحمد لله. سعيد كتشوف واش واحد كان خد حقه؟ أنا بالنسبة لي الحق كيتخاد من هذا الله سبحانه وتعالى، أما الشيء ديال الدنيا ما كتبقى بلاصتها وكيبقى، ولكن الحق هو الناس اللي كتشهد ليه بكلمة صالحة، الناس كلها كتشكره، والناس كلها ما عمرها شافت فيه شي حاجة قليلة صغيرة ولا كبيرة، والناس كلها كيحزر ما عزيز على الناس. هذا هو الفضل، هذا هو الربح. وحتى ما كان كيكاعي حتى واحد. ما كيكاعي حتى واحد وما يتخاصم مع حتى واحد وما تسمعش منه لا، كيقدر يسمع في حقه. تماما. هذا هو الدنيا مسكين. لا الله. انت كأخو صغير يعني الوصايا اللي كان كيوصيكم. هو مسكين وصي راه كيوصي على وليداته. وكيوصي على الصحيحة مسكين ملي طاح. عرف شنو حق الصحة. وراك شتي تابع واحد شي كلمات راه كيقولوا مع الصحة وتينصح فيها الدراري الشبان. تيقولوا زعما تبعدوا على هادشي ديال البليه وتبعدوا على بزاف ديال الحوايج. شكرا سي سعيد.